مرحبا المتتبعين الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. رسميا الجامعة الملكية المغربية تضع وليد الركراكي على رأس العارضة للمنتخب المغربي. قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوز القجاع تعيين المدرب السابق للوداد الرياضي وليد الركراكي على رأس العارضة التقنية للمنتخب الوطني الأول، والتخلي عن البوسوني وحيد خيلوزيتش. شاب وحسب المصادر المطلعة فإن فوز القجاع اتفق مع وليد الركراكي على جميع الشروط النهائية من أجل قيادة سفينة المنتخب الوطني خلال الموسم المقبل، وخاصة في كأس العالم قطر 2022. وهذا من المنتظر أن يتم الإعلان وليد الركراكي مدربا جديدا للمنتخب خلفا لوحيد خيلوزيتش في الأيام المقبلة القليلة، وتسليم مهمة إشراف على الطاقم التقني الجديد للمنتخب المغربي. ويأتي هذا التغيير بعد الأداء الذي أصبح يقدمه المنتخب المغربي في المباريات الأخيرة، والإخفاقات التي حققها المنتخب في كأس أمم إفريقيا، وإبعاد أسماء وازنة في اللائحة النهائية، بالإضافة إلى استياء المغاربة من مردودية التقنية التي يقدمها وحيد خيلوزيتش. وفي المقابل حقق وليد الركراكي رفقة الوداد الرياضي لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي، كما قام بتحطيم مجموعة من الأرقام لم يسبق للنادي تجاوزهما، مما أدى إلى وضع الجامعة الملكية للكرة الثقة في الإطار الوطني لقيادة المنتخب نحو الأفضل. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.